بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه كده على الرايق، نتكلم شويه زي ما اتكلمنا على كاس العرب، وان كاس العرب كان بطوله خداعه. تعال نتكلم شويه على كاس الامم الافريقيه، لان كاس الامم الافريقيه بدات تدينا شويه ملامح قد تبدو خطأ شويه، وهي ملامح لتصفيات كاس العالم. يعني مش عارف ايه اللي دايما اللي بيجيب القلعه جنب البحر، يعني مش عارف اللي بيجيب كاس العرب لكاس الامم الافريقيه وكاس الامم الافريقيه لتصفيات كاس العالم. انا مش عارف اللي بيربط ما بينهم ايه بصراحه، لان اي حد بيتكلم في كرة القدم عارف ان كل مباراة ليها ظروفها، وكل مباراة بتكون مختلفة عن المباراة اللي كانت قبليها، كل مباراة ليها الحالة الفنية للعيبة، كل مباراة ليها حالة الأرضية، كل مباراة ليها حالة التوفيق. فأنت بتتكلم على ان في مباريات صعب انك تتكلم عليهم وهما بعاد. يعني تصفيات كأس العالم 23/3، احنا لسه بنتكلم على ان احنا في أواخر شهر واحد، يعني بقى شهر ونص، وأي تقييم لمستويات المنتخبات في كأس الأمم الأفريقية معناه ان انت بتهرج. انت بتهرج بجد والله. يعني دي بطولة في نص موسم، بطوله الارضيات بتاع الملاعب ما تساعدش انك تلعب كره قدم عليها خالص، وليك معلش في المنتخب الجزائري عبره. احنا كمصريين كنا جايين نشجع الجزائر، فجاه كده في نص البطوله الجزائر بتشجع منتخب مصر عشان منتخب الجزائر طلع من الدور الاول، اللي هو حاجات بتعلمك انك ما تحكمش على اي حاجه في الكوره بدري. كلنا كنا جايين البطوله دي بنقول الجزائر من المرشحين الاقوياء للحصول على اللقب، مره واحده لقينا ان الجزائر بره الجيم خالص. مرة واحدة لقينا ان منتخب مصر في دور الثمانية، منتخب مصر اللي ما كانش مرشح اطلاقا انه يوصل دور الثمانية، منتخب مصر كسب كوتيفوار، منتخب تونس كسب كوتيفوار، اغلب الناس كانت مرشحة مصر وتونس للخروج، ومصر وتونس موجودين سبحان الله. يعني لقينا المنتخب اللي كان مرشح اول هو الجزائر طلع بره. هل ده معناه ان انت بتسخر من منتخب الجزائر؟ لا، انت بتتكلم عن ان انت ما تتوقعش قبل البطولة ما تبدأ، لان توقعك ده هيثبت حاجة من الاثنين، يا انت محظوظ يا انت هبيت. فما تخشش في الحتة دي، انا اخش في الحتة دي. اشتغل في حته ان والله الكوره ملهاش كبير، والكوره ملهاش حاجه اسمها منطق، واحد زائد واحد مش بيساوي اتنين دايما في الكوره. في منتخبات بتكون مرشحه البطوله بتبدا بتلاقي ان مش موجوده، زي مثلا عندك في امم اوروبا بتلاقي المنتخب الالماني حتى لو عواجيه الشباب بيكون مرشح، المنتخب الفرنسي، المنتخب الاسباني، وقت كتير جدا ما بيعملوش اي حاجه. ايطاليا رغم ان هي ما كانتش موجوده في الترشيحات اساسا قدرت تاخد اليورو. اه والله ايطاليا، يعني ايطاليا برغم ان هي ما كانتش بتخسر في التصفيات، بس لما راحت اليورو ما كانتش مرشحه قويه ان هي تاخد البطوله، بس مع ذلك ايطاليا خدت البطوله. احنا هنا لما نيجي نتكلم على مباريات كاس العالم، مباراه مالي وتونس، وبعد الاداء الرهيب اللي منتخب تونس عملوه قدام منتخب نيجيريا، اكيد هيخلصوا على مالي في الماتشين. ايه العلاقه؟ ايه العلاقه؟ نتكلم على ان مالي عندها عقدة نوعا ما المنتخب التونسي، فالماتش هيكون صعب. لا، انت عايز تكسب الفانز التوانسة ازاي بقى؟ انت عايز تقول كلام حلو بحيث مثلا الناس اللي يخش عندك يعمل لك لايك او سبسكرايب، لان عجبك الكلام بتاعه، اتكلم عن منتخب بلده كويس. بس لما تقعد تتكلم منطقية، هل بتتكلم عن منتخب بلده بطريقه سيئه؟ لان انت بتقول ان احنا نرحل كل حاجه لظروفها، لان محدش عارف ظروف الماتش تكون عامله ازاي. محدش عارف الدفع الكويس اللي منتخب تونس خدها بعد مباراه نيجيريا هتوديه لحد فين؟ هتوديه لحد نهايه البطوله والفوز بالبطوله، ولا هتوديه لحد ما بعد مباراه بوركينا فاسو ويواجه صعوبه في دور الاربعه، او يوصل للنهائي ويخسر في النهائي؟ هل انا كمصري مثلا بعد فوز منتخب مصر بضربات الجزاء على كوت ديفوار اقول ان انا هكسب السنغال رايح جاي؟ معناها ان انا ببكي، لان منتخب السنغال بيعمل البطوله سيئه نظرا للارضيه ونظرا للتوقيت. اللي احنا نقعد نتكلم في التوقيت البطوله كذا مره، لان الموضوع بتاع التوقيت صعب جدا. لا يلعب محترف انه في نص السيزون تقول له يلا نروح نلعب بطوله كاس الامم الافريقيه، اللي هو انت في عز البرد في اوروبا وديته لعز الحر في افريقيا، هو ده الابداع بقى، وتطلب منه ان هو يكون بنفس الجوده اللي كان عليها طول السيزون. يعني كريستيان هالير ما اعتقدش ان هو يقدم مستوى اسوأ من اللي هو لعبه في كاس الامم الافريقيه ده. هالير لما يرجع مع اياكس اتفرج على حاجه ثانيه خالص. هل هالير ده هو اللي هيكون موجود في تصفيات كاس العالم؟ اه لا، كوليبار مش موجود اساسا. هل هالير ده هو اللي هيكون موجود في اياكس؟ لا طبعا. ليه؟ ظروف مختلفه، ظروف الارضيه بتاعت الكاميرون مختلفه تماما. هل محمد صلاح بتاعنا احنا في مصر هنا في البطوله دي هو محمد صلاح بتاع ليفربول؟ هل رياض محرز اللي كان موجود ده هو رياض محرز بتاعنا؟ هل سعيد بن رحمه؟ هل فهولي؟ هل سليم؟ هل كل اللعيبه اللي انت كنت مستني منهم مهارات فرديه وان هم يبرزوا في البطوله، هل برزوا في البطوله؟ لا، ارضيات الملعب ما تساعدش كره القدم. طيب فاحنا بنتكلم على ظروف في عالم كره القدم، الملاعب والمناخ من ظروف كره القدم، وسوء الحظ من ظروف كرة القدم. فلما تيجي مثلا تتكلم عن منتخب الجزائر مرشح قوي جدا للفوز قدام المنتخب الكاميروني، فانت بتتكلم على مستويات منتخب الجزائر، مستوى عالي جدا، مستوى غير طبيعي، حصل له دروب في البطولة دي. هل معناه انك تقعد تتكلم عن منتخب الجزائر هيكسر الدنيا قدام منتخب الكاميرون وهيكون مباراة الصغار ومباراة احنا في كورس مباراة طار؟ هتقول لي احنا عرب ومش عرب، اقول لك ماشي متفق معاك. حتى لو قلت لي احنا مش عرب يا عم وامازيغ اقول لك ماشي، مالناش دعوه بالقصه دي، بس لنا دعوه بقصه مهمه اللي هو
هل انت بعد الطموحات العاليه اللي كنت حاططها لمنتخب الجزائر ان هو ياخد كاس الامم الافريقيه برضه حاطط نفس الطموحات العاليه لمنتخب الجزائر ان هو هيخلص على منتخب الكاميرون؟ يعني لسه عندك نفس الثقه ولسه عندك نفس الطمانينه ان المنتخب يقدر يكسب، ولا الموضوع بالنسبه لك بدا يكون الايمان القوي بالفوز بدا يتدعدع شويه؟ لان المباراه قدام الكاميرون صدقني هيكون الامر صعب، لان اللعيبه الافارقه بيغامروا بكل ما لديهم حرفيا عشان الوصول لكاس العالم. فانت بتتكلم دلوقتي عن مباراه مصر صعبه، مباراه الجزائر صعبه، مباراه تونس صعبه. مهما كانت المستويات في كاس الامم الافريقيه الحاليه، احنا بنتكلم على بطوله خارج التقييم، بنتكلم على بطوله مش هتتكرر في تاريخ افريقيا تاني بصراحه. لا يعني مش عارف تاريخ افريقيا ممكن تتكرر عادي، احنا عندنا في القاره الحلوه ممكن تتكرر عادي. منتخب المغرب، منتخب المغرب من المنتخبات اللي الناس بتزعل دايما لما بتتكلم عليه بصراحه، هي مش الناس كلها بصراحه، هي في فئه كده بتزعل لما بتتكلم عن المنتخب المغربي، بيقول لك ان احنا برتغال العرب وبنقدم كره جميله، يا عم على عيني وعلى راسي، بس الكلام ده مش اي واحد خالوزيتش. انت لو مقتنع انك بتقدم كره جميله يا اخي واحد خالوزيتش، يبقى انت عندك مشكله. بجد والله انت عندك مشكله، يعني واحد خالوزيتش مش بيقدم كره جميله، ولا هو مدرسه الكره الجميله، ولا بيحمي فكره الكره الجميله، هو الراجل عنده منظومه، المنظومه دي لما بيحصل لها خلل وقتها اللعيبه هم اللي بيبداوا ياخدوا دور القياده. يعني اللي حصل في مباراه ملاوي ما كانش واحد خالوزيتش مقرر ان هو ينزل يعمل مباراه جوميه، هو الراجل لبس جون في اول 5 دقائق. هيلعب مباراه اللي هي مباراه يعني متوازنه بعد ما دخل فيها جون، دخل فيها جون، العب بقى مباراه متوازنه وكره من رجل لرجل وعلى الفاضي؟ ما اعتقدش. ليه؟ لان انت خسران، فالمفروض تفتح الخطوط، فالمفروض ان انت هتكون خطير على الخصم، بس برضه في المقابل هيكون عليك هجمات مرتده خطيره. ليه؟ لانك فتحت الجيم. ليه؟ عشان انت تجر النتيجه. فلما الواحد يقول كده متعاقد يلا مصري على المنتخب المغربي اللي هو يا اسطى انت خسران اول 5 دقائق، عايز تعمل مباراه دفاعيه بعدين؟ يعني عارف منتخب الكونغو ضعيف، عارف ان الكلام اللي اتقال على ان كوبر دخل الحمام 4 مرات بعد القرعه ممكن يكون غلط شويه، بس صدقني كوبر من المدربين اللي ما تثقش فيه، كوبر مدرب ممكن يسيب لك الكوره خدها العب بيها زي ما انت عايز. المنتخب المغربي مع احترامي عنده مشاكل كتير وهو الكوره معاه، وهي الكوره معاه ممكن يلبس مرتده تلاقي ان الموضوع ضاع بالنسبه له، فكوبر مش مضمون، حتى لو معاه امكانيات ضعيفه في الكونغو ما تضمنوش، لان هو عارف يوقف اللعيبه في الملعب صح، والفرقه اللي بتعرف تدافع دي تقلق منها اللي هو في اي لحظه ممكن يلبسك جول، فالموضوع صعب. حتى لو على الورق المغرب المرشح الاقوى في العرب كلهم ان هم يعدي لكاس العالم بسهوله، فالموضوع مش سهل زي ما انت متخيل. الكوره ما تامنش فيها حاجه، وهرجع تاني واقول لك خد البطوله الحاليه والنسخه الحاليه مثال حي ليك. هل انت كنت تتوقع خروج الجزائر من البدايه؟ هل كنت تتوقع ان المنتخب التونسي بكل المشاكل اللي عنده دي يقدر يكسب منتخب نيجيريا؟ هل كنت متوقع ان المنتخب المصري اللي جمهوره نفسه ما كانش واثق فيه يقدر يكسب منتخب كوت ديفوار اللي كسب منتخب الجزائر؟ هي الكوره كده، جمالها وابداعها كده، هي مجنونه وبنت مجنونه عامله زي القوطه، عشان كده احنا بنحبها. الكوره لو بقت بالمنطق عمر الناس ما هتبقى بنفس الشغف ليها. ليه؟ لان هي دي الكوره علمتنا ان احنا نكون مستعدين لكل المفاجآت. فالنبي يا جماعه مش اي حد يقول لك اي كلمه حلوه علشان خاطر يطلب اللايك او السبسكرايب بتاعك تيجي انت منصاع وراه وانا منتخب بلدي هيعمل وهيساوي في كاس العالم، وتيجي في كاس العالم تلاقي ان الموضوع صعب جدا والموضوع مستني بيتقل، اللي هو تحس انك اتضحك عليك. بس خلاص بعد ما عملت لايك او سبسكرايب الموضوع راح. ليه؟ لان ضحك عليك، فانا مش عايزك يضحك عليك عادي، خليك كده اللي هو واقعي، ما تخليش حد ياثر فيك، خليك عندك مرجعيتك اللي في دماغك انت، ارجع لدماغك قول له هو احنا لسه بدري؟ اه لسه بدري، كل ماتش له ظروفه؟ اه كل ماتش له ظروفه، لا اكثر ولا اقل عزيزي. اظن الرساله وصلت، واظن الدردشه ممكن تكون وصلت، ولو ما عجبكش حاجه فيها فنتناقش باحترام في الكومنتات او نشتم بعض في الكومنتات. عزيزي هي الحياه بتكون لذيذه كده في الحاجات اللي بتجيلك من تحت كده، يعني تبقى مستني الناس تحترمك، لا بس تديك على دماغك، عشان كده بتكون الحياه لذيذه. لو كل حاجه في الحياه جت زي ما احنا متوقعينها صدقني مش هتكون ممتعه، عشان كده الموضوع بيبقى امتع لما بيكون خارج التوقعات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك، خارج التوقعات اعمل ديسلايك براحتك عادي، خارج التوقعات. انا عامل الفيديو عارف ان الديسلايكات هتكون اكتر من اللايكات، بس عادي ولا يهمني، اليوتيوب لغى الديسلايكات.